فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في منطقتنا أئمة مساجد يقرؤون البردة ويجعلونها وردا بعد صلاتي الفجر والمغرب، وعندما ناصحناهم تبين أنهم يعلمون أن بها أقوالا كفرية ويعتذرون بأن السلطات في بلدنا تلزمهم أو يفصلون عن الإمامة. سؤاله: ما حكم الصلاة خلف هؤلاء الأئمة الذين هذا حالهم؟ وإذا عم هذا الأمر في جميع مساجد بلادنا، فهل لنا أن نصلي فيهم؟ قولهم إن السلطة تلزمهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما يطيعون هذا، ما يطيعون هذا، ولو عزلوا عن الإمامة، ولو عزلوا عن الإمامة ما يضرهم بلا، بل هذا يرفعهم عند الله، لا يجوز هذا. ولا تصلوا خلفهم حتى يتوبوا إلى الله ويتركوا إعلان الشرك. البردة فيها شرك، شرك أكبر. يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند حلول الحادث العام: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا قل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها. يقول الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم. الله ما له شنع ولا له وجود. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بعد هذا الكفر كفر؟ هذا الغلو غلو والعياذ بالله. يقرأ في المساجد ويقال إن الدولة ألزمها، ما نطيع الدولة في هذا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نناصح الدولة ونبين لها هذا الشيء، فإذا لم يقبلوا ما تلزم الإمامة، يرزقك الله غيرها. نعم. ثم يقول: حفظك الله، وإذا لم أجد مسجدا آخر فهل لي أن أصلي في البيت؟ نعم، صل مع إخوانك أهل التوحيد، كونوا لكم مصلى أو مسجد وصلوا فيه، وإن لم تجد أحد صل وحدك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما موقفنا تجاه الأشاعرة الذين ينكرون كون الله في السماء مع أنهم يدعون أنهم أهل سنة؟ ما لكم فيهم حيلة، ما لكم فيهم، لكن بينوا لهم، لعل منهم من يتوب من يرجع. أما أنكم تحولونهم من الأشعرية هذا صعب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: مع أن الأشعري بريء، ترى الأشعري بريء من هذا، فهم كذبوا عليه، لأن الأشعري في آخر حياته صرح بأنه على مذهب الإمام أحمد، كما في رسالته إلى أهل الثغر وفي الإبانة عن أصول الديانة له، وفي مقالات المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ذكر أنه على عقيدة الإمام أحمد، وأنه يقول بقول الإمام أحمد. هذا آخر ما صدر عنه رحمه الله. والأشاعرة الآن ما هم على مذهبه، على مذهبه قبل يتراجع يوم كان مع الكلابية، أما لما تراجع تركوه وبقوا على مذهب الكلابية. نعم.